بيفاجئونا دائما فنانين بتقديم الأغاني حلوة. نرحب بدكتور قاسم يونس معنا، هو المسؤول عن هالأغنية كلمات وألحان وكمان إخراج. مرحبا دكتور قاسم. أهلا فيك. نرحب فيك. الحمد لله تمام، شو أخبارك؟ تمام، استعين بأصوات حلوة، خلينا نرحب فيه، شو رأيك؟ يلا أكيد. غزل غريب، مرحبا غزل. مرحبا شادي، كيف حالك؟ تمام، دائما دائما بتفاجئينا بأعمال حلوة. تسلم، شكرا. ومعنا طبعا شلبي يونس الأصوات الحلوة. جادي، مرحبا شلبي، كيف حالك؟ أهلا وسهلا. تمام، ينفع تسلموا على بعض أول شيء؟ والله زمان ما شفناش بعض صراحة. احكوا لي، مبسوطين من هالنجاح الحلو السريع ممكن نقول عنه؟ خلينا نبلش ليدس فيرست. خبلش غزل، تفضلي. يعني نوجه شكر لدكتور قاسم يونس على العمل الراقي هذا، أهم شيء. كثير كثير أجتني رسائل قديش الكلمات واللحن وكل شيء مع بعض، حتى الفيديو كليب كله كان كامل متكامل كيف ما بيحكوا، وكتير تلقى اعجاب ورسائل حلوه انا تلقيت خصوصا حلو. انا يعني ومن كمان فنانين كبار نزلوها عندنا. طب شلبي احكي لي انت عن ردود الفعل. صراحه الغنويه ثاني يوم توصلت يعني عن كل العالميه، يعني اسامي كبيره صارت تنشر الغنويه. زي مين مثلا؟ في عندك علا فارس مقدمه، وفي عندك اسيل عمران. كان 24 ساعه كانت واصله للعالم كله خارج، جدا جدا مفرح. حلو، كمان بلادنا الحلوة مبينة كمان بأحلى صورة بالإضافة لأصواتكم. طب بنسأل صاحب العمل، احكي لنا الفكرة من أنه تنتج هيك عمل، وخاصة أنه ما اكتفيت بس بالتسجيل، كمان في إخراج. صحيح. شوف شادي، هي التجربة أو الفكرة هي مش من اليوم، هي من تقريبا 3 سنين بلشت أخطط لهذا المشروع. الفكرة كانت أنه أنا حابب هالكد أعطي صورة حلوة تكون مشرفة عن بلادنا. نحكي عن الجانب الإيجابي. في كثير أغاني يعني خلال هالفترة كلها قدمت للناس كانت شوي جانب أكثر حزين أو أكثر ما بيركز على الطبيعة، على الجمال، على الصورة الحلوة، على جمال بلادنا. فأنا حسيت فينا نقص بهذا الجانب. حلو. حبيت أن أعطي بلادنا حقها، وأعطي كمان فرصة لأصوات محلية اللي أنا مؤمن فيها مجال تبرز أكثر وأكثر. طب لما عرض عليكم غزل وشلبي هالأغنية دغري تحمستوا؟ يعني مطمنين إنه راح يطلع إشي حلو؟ أكيد أكيد. ليش؟ يعني غزل كان لك تجربة ناجحة مع شادية ليل، أول أغنية لك. صح. نقول من كلام من اللحن، فأنت تقدر تش يعني إذا عندك أذن موسيقية تقدر تعرف إنه العمل راح ينجح. طب قولوا لي، تجولتوا بالفعل بأكثر من محل، يعني شفت أكثر من بلد، صح؟ بعشر مناطق طورنا. وين كنتوا؟ كنا في 10 مناطق. كنا يافا، حيفا، عكا، ناصر، القدس. كنا في منطقة المثلث وادي عارة، كنا في أم الفحم، كنا في عارة، في طبرية، في مشاهد كانت مع شلبي وغزل، وفي مناطق كانت اللي عن طريق الدرون. أنا كنت أروح لوحدي أنا والمصور عبيد الجمال، بوجه له تحية، اللي كانت في شلالات، لاحظت فيه كمان قلعة صحيح. الكارين المونفورت. فكثير مناطق حاولنا كمان نقدر نشمل جميع البلاد. فيش حدا زعل منك لأنه بتتذكر وقت ما أصدروا وأطلقوا بشرة خير، زعلوا منه لحسين الجسمي، قالوا صح. ما ذكرت كل البلاد بمصر، زعلوا منك ولا لا؟ لا شوف، أنا أكيد كل واحد بحب هيك أنه يسمع بلده، بس الموضوع ما كانش موجه لفئة معينة أو مش لمنطقة معينة. صدق اختيار البلاد هي كان أكثر عفوي، أو يعني ما كانش مدروس 100% أنه بدنا نذكر هاي المنطقة أو هاي المنطقة لا، أو نستبعد منطقة معين. بس كل المناطق بتخيل حلوة، وأخذت مناطق مركزية. يعني حتى أنا بوصلني رسائل من النقب، من كل مناطق مبسوطين. وبعدين إحنا مش لازم نكون عايشين في القدس لحتى نحس في انتماء للقدس. أكيد. مجرد ما غنينا لأي بلد كلياتنا عندنا ذكريات بهاي البلد اللي بتجمعنا وبتبسطنا. طب اتفقنا انه الكلمات حلوة وكيفتوا عليها غزل وشلبي، غلبكو المخرج؟ انا غزل تسخى تقول، انا مخاف اقولها. قولي صراحة غزل، مثلا كم محل رحت صورتي؟ انا وشلبي مع بعض كنا كل الوقت مع بعض، يعني رحنا حيفا، يافا، القدس، كل هذول المحلات، يعني كل اللي شفتهم بالفيديو كليب كنا أنا وشلبي مع بعض 3 أيام. يعني سبعة أيام. وشلبي كيف كانت التجربة بالنسبة لك؟ شوف يعني الجو كان جدا حلو، رغم أنه كان كورونا وكله مسكر وصعب الجوال، بس جدا كان الجو حلو. يعني يعني تحس إيش يعني من جوه قاعد تعمل، يعني فرحان. واللي معك مرافقينك غزل دكتور قاسم والمصورين كانوا كلهم من طاقات إيجابية، فجدا انبسطنا. محسوس هذا الإشي، إحنا شايفين صورة حلوة. الحمد لله. دكتور قاسم، أنا ملاحظ إنه أنت متبنيها لغزل، يعني هاي ثالث أغنية لك تصدرها من الثلاثة، تنتين لغزل. صح. ليش؟
شوف أنا شهادتي مجروحة بغزل، أنا سبق وعملت كمان أغنية قبل مع غزل شادياليل ومدحت، وكمان قبل عملت مع رجان أندراوس وبدر نصراوي، كمان كانت أول تجربة لإلهن. أنا بصراحة مؤمن جدا بمواهب بلادنا، وغزل كثير مؤمن بموهبتها بصوتها، حسيت أن هي بتناسب هاي الأغنيتين، مع أنه أنا على فكرة ميل على بلدي كانت هي مشروع كثير كبير، كان مفروض يغنوها 8 أشخاص وبعدنا بسبب الكورونا ننقص ونضبط الموضوع لحد ما الأخير رسينا على شلبي وغزل. غزل أنا كثير بحب صوتها ومؤمن بصوتها، فصدفت أنه هالعملين أنا حسيتهم بصوت غزل كان موفق لحد هسه كيف يعني رد فعل الناس. حلو، وباختصار مؤمن بصوتها أكيد موهبتها. طب غزل هالسنة كان أنت بعدك صغيرة صح؟ 16؟ هالسنة بالنسبة لك كانت سنة مهمة أكيد مع نجاح شادية ليل الكبير صح؟ صح. شو هالسنة هاي بتخلص؟ قد ما كل شهر هيك في نجاح معين بصير فيه، من نجاح شادية ليل كل شيء يعني كان عندي عدة نجاحات. يا ويلي من الحب كمان طبعا، يا ويلي من الحب وليلي ليل صحيح وميل على بلد. بوجه تحية كمان لداود إبراهيم برضه على التوزيع الرائع على الغنوية برضه ميل على بلدي. طب في أعمال جديدة مع بعض بيناتكو ولا شو عم بتخططي غزال؟ أنت ودكتور قاسم، ممكن أنت وشلبي يونس كمان عمل كمان أغنية، شو في تخطيطات؟ إن شاء الله ليش لا؟ إن شاء الله مش راح نتوقف يعني عند ميل على بلدي أكيد. أكيد إن شاء الله، عشان في كثير أشياء على الطريق حلوة، كمان في كثير أعمال مع مطربين محليين كثير على الطريق عم بتخطط هسا بنسمع منشوف شو بدك تعمل بعد هالأغنية ونجاحها. طب شلبي أنت كمان تعرفنا على صوتك الحلو بأغنية ديو مع تميم أبو دقش، كنت راضي عن نجاحها؟ الحمد لله طبعا كانت تجربة أولى، ويعني واللون غريب كان شوي على الناس، بس الحمد لله يعني أنا مبسوط جدا منها. أنت شو بتحب تغني؟ أي لون بالتحديد شو بميزك؟ يعني أغاني عراقية، أغاني جبلية، اللهجة البدوية، أي الجبلية تنقول؟ صوتي برضو ملائم على العراقي، يعني تنقول العرب العراقي أو الجو العراقي بقدر أجيبه ألامسه، يعني كمان العراقي عندي له عشق. طبعا رقم واحد هو الجبلي. شلبي اللي سمعوا الاغنيه عرفوا ليش انا اخترت شلبي وغزل. انا بالشغل فيش عندي لا علاقات ولا وسائط ولا شيء، الموهبه هي كفيله انها ترشح نفسها لاي عمل. انت عم تحكي هيك عشان انتوا قرايب صح؟ طلع ممكن لاول وهله الواحد يحكي انه ولد عم، يعني ممكن عشان هيك، بس لما سمعوا صوت شلبي شاف انه هو من يعني عنده بيستحق. يستحق وما شاء الله يعني أضاف كثير للأغنية، يعني هو غزل كثير دعمه للأغنية. نعم، يا هذا الحب للفن من وين جاي؟ أنت طبيب صح؟ طبيب أسنان؟ صحيح. وبتنتج وبتكتشف أصوات؟ 100%. شوف أنا الإشي حب الموسيقى أنا بآمن وبيجي بالفطرة، يعني أنا من زمان بحب الموسيقى، بس هذا إشي غير كافي. الإشي تطور أكيد مع القراءة، بحب للغة العربية صار شوي يتطور، يعني استغليت فترة دراستي في الأردن جامعة العلوم والتكنولوجيا، ودرست هناك نوتة في الأردن، الإشي شوي بلش يتطور معاي. لما رجعت للبلاد هون بعد ما تخرجت شوي للأمان شادي الوضع الإنتاج كان شوي مخيب للأمل، أنت بتعرف إحنا صحيح. هنا مش ما فيش إنتاج تقريبا، يعني يكون إنتاج خاص. أنا اليوم الحمد لله قادر إني أنتج، قادر إني أشتغل على هاي الموهبة اللي أنا مؤمن فيها، والإشي قاعد بتطور شوي. يعني أنا درست إخراج بشهر 3، استغلت فترة الكورونا ودرست إخراج على أبليكيشن الزوم. حلو. فعم شوي عم بتطور. هسا كمان رح أدرس توزيع موسيقي، طبعا ما بتعداش على الناس معهم وحبيبي داود إبراهيم. بس بتحب تعرف تتطور فنيا. حلو. لأنه عندي نظرة اللي حابب أنا أطورها وأشتغل عليها، لأنه إحنا نستحق عنا محلياً أصوات أكيد. ومواهب تستحق هاي الفرصة. طب شلبي وغزل صوت دكتور قاسم حلو ولا كيف؟ أنا مقدر جد أقول لك لا أنا بقول على اللايف هسه لازم تحرجوا خلينا اسمع نعمل هيك أنتوا الثلاثة بتغنوا. لا 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 هو في إجماع من كل الفنانين اللي بسمعهم معهم إنه صوتي حلو، بس هيك هاي موهبة لإلي خلاص، بكفي كتابة وتلحين وإخراج بكفه. طب اسمع شو بنعمل، بنخلي غزل وشلبي يغنوا أنت هيك على الواطي. يلا خلينا ندندن مع بعض. يلا تمام. ميل على بلدي لتشوف كيف البحر بيضحك لك، لتشم تراب بلادي وترسم حجار وهجدان. ميل على بلدي لتشوف كيف البحر بيضحك لك، لتشم تراب بلادي وترسم حجار ومجدان. ميل على شاطئ حيفا خدلك من رمل وتذكار صورة بشوارع يافا.
وعلى صورة العكة مشوار ميل على شاطي حيف خدلك من رمل وتذكار صورة بشوارع يافا على صورة العكة مشوار ميل على بلدي لتشوف كيف البحر كيف البحر بيضحك الله 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 ميل على بلدي لتشوف كيف البحر بيضحك لك لتشم تراب بلادي ترسم عحجار ومجدك ميل على انغام هالاغنية الحلوة بدنا نشكركم طبعا تحبوا تقولوا كلمة أخيرة للمستمعين غزل أحكي كلمة طبعا طبعا لأنه العمل كثير تعبنا فيه اسمح لي بدي أشكر كل القائمين على العمل على للمصورين عبيد الجمل لبنى أبو عمار للموزع داود إبراهيم على البوصل كان معنا عبد الله وكيم وعلى القانون أسامة بشارة اللي كمان اشتغلوا معي بإشهد ياليل وأبدعوا وتحية لإلك شادي على شكرا. كل دعمك وإيمانك بالفن المحلي تسلم أنت سند لإلنا وإحنا جدا مؤمنين بدعمك وشكرا لإلك إحنا بنسمع دائما لما بنسمع أغاني حلوة غزل بتحب تشكري حدا حابة أشكرك يا أول إشي عن جد يسلموا كتير ويعطيك ألف ألف عافية شكرا وشكرا كمان لكل القائمين بالعمل شلبي تحياتي لإلك شادي وطبعا شكرا لكل المستمعين لراضي مكان وإن شاء الله انتظرونا بعمل قادم تكسر الدنيا إن شاء الله شو بتقولوا الأغنية رح توصل مرتبة أولى ولا كيف محبة الناس إن شاء الله بس كمان شغلة ملاحظة صغيرة شادي إذا لاحظت الأغنية والحمد لله عم توصل للجيل الكبير اللي اليوم صعب إشي يعجبه فهي شغلة إحنا كثير هيك فرحنا كمان عم توصل لكل الأجيال طبعا تنبسطوا أكيد شكرا لكم بالنجاح إلى اللقاء شكرا لك باي باي